بسم الله الرحمن الرحيم. ده اخر موضوع هنتناوله في المانجيريال اكاونتنج الكورس بتاعنا. هنتكلم على حاجة اسمها البروفيت بلانينج، تخطيط الارباح، وجرى العرف على ان احنا نسميه البادجيتنج او الموازنات التقديرية. في فرق بين كلمة بادجت وكلمة بالانس شيت. البالانس شيت هي ميزانية، يسموها الميزانية، لكن البادجت يسموها الموازنة. الموازنة هي تقديرية بتتعمل قبل بداية السنة for the coming year، يعني السنة الجاية ان شاء الله ناويين نبيع كام، نصرف كام، نقبض كام، فيسموها موازنة. لكن الميزانية هي على الباست اكشنز، على الحاجات اللي حصلت فعلا وبتتم على الحاجات بتاعت السنة اللي فاتت. فالميزانية عن السنة اللي فاتت والموازنة عن السنة اللي جاية. هنتكلم عن الموازنات على اساس انها موضوع مهم جدا هنركز عليه النهاردة، وان شاء الله ناخد جزء كمان منه المرة الجاية باذن الله. الشابتر ده بيركز على ان احنا عايزين نحقق الهدف المخطط، يعني بيبقى عندك بلاند ليفل اوف بروفيت، عندك هدف معين عايز تحققه. وغالبا الهدف بتاعنا نبقى واضحين كده مع بعض، اي بيزنس طالما ان هو بيزنس يبقى الهدف بتاعه مش البروفيت بس، لا ده ماكسمايزنج البروفيت. يعني اي شركه تجاريه او شركه صناعيه او شركه خدمات طالما انها بيزنس يبقى لازم هدفها الاساسي ماكسمايزنج البروفيت. طب انا دلوقتي عشان اعمل ماكسمايزنج البروفيت بخططه ازاي؟ بعمل حاجه اسمها بادجت، بعمل موازنه، بقول هيحصل ايه السنه الجايه. فاقول مثلا انا عندي انكم ستيتمنت هتحقق في الاخر نت انكم. انا ببدا من هنا، انا عايز النت انكم بتاعي مثلا عايز اكسب 1,000,000 جنيه. طب ازاي نحقق الهدف دوت؟ يبقى انا هعمل بادجت تو اتشيف البلاند ليفل اند بروفيت. يبقى احنا بنبدا ببروفيت محدد، نقول عايزين نكسب 1,000,000. طب نعمله ازاي؟ بنبدا نحدد، طب نبيع كام يونت، طب الكوست بتاعتنا قد ايه، طب الاوبريتنج اكسبنسز بتاعتنا قد ايه، عشان اوصل في الاخر لرقم 1,000,000. بتتعمل ازاي اللعبه ديت؟ من خلال بروسيس كولد بروفيت بلاننج او تخطيط الارباح. تخطيط الارباح احنا هنسموه مع بعض البادجيتنج، وبالتالي البروفيت بلاننج ده هيتم من خلال مجموعه بادجت، مش بادجت واحده، دي مجموعه بادجت مبنيه على بعضها بيتسموا كلهم مع بعض ماستر بادجت. ماستر بادجت، تعال بقى كده نخش جوه الموضوع واحده واحده. اول حاجه نشوف كلمه بادجت معناها ايه. كلمه بادجت يعني موازنه، معناها ديتيلد كوانتيتيف بلان، هي خطه وخطه كميه وتفصيليه. ديتيلد كوانتيتيف بلان لحاجتين، اكوايرنج اند يوزنج الريسورسز بتاعتي، نجيب الريسورسز منين ونستخدمها ازاي. وبالتالي يبقى احنا هنتكلم على ديتيلد كوانتيتيف بلان فور اكوايرنج اند يوزنج الريسورسز بتاعتنا على اوفر ا بيريد اوف تايم. ولازم تبقى البيريد اوف تايم ديت فيوتشر بيريد اوف فورث كومينج، يعني السنه الجايه. يبقى انا هعمل خطه كميه مفصله، هجيب الريسورسز منين وهصرفها على ايه في السنه الجايه. طب ايه فايده الريسورس البادجت ديت؟ يقول لك ان البادجت ديت بتساعد في اتخاذ الديسيجنز اباوت الريسورسز. انت محتاج ريسورسز معينه السنه الجايه عشان تحقق $1,000,000، طب هتجيبهم منين؟ يبقى هتخطط من دلوقتي. طب انت محتاج تجيب مثلا ماده خام قد ايه؟ هجيب 1000 كيلو، طب الكيلو بكام؟ ب 5 جنيه، يبقى محتاج انت ال 5,000 دول توفرهم كاش. محتاج تدفع سالاريز للموظفين، محتاج انك تجيب مكن، محتاج كل الحاجات دي اسمها ريسورسز. فانت بتخطط من دلوقتي عشان تاخد الديسيجن اباوت النيدد ريسورسز بتاعتك. ده الهدف الاساسي الاولاني. لكن في هدف تاني مهم جدا جدا، البادجت بتخليك تقدر تعمل حاجه اسمها كنترول، ودي نقطه مهمه جدا. من اهم مزايا البادجت مش انك بس تحدد الاكسبكتد
الريفينيو بتاعك والاكسبكتد اكسبنسز بتاعتك وتطلع الاكسبكتد جين. لا لا لا، ده الهدف الاساسي بتاعها هيبقى حاجه اسمها الكنترول، والكنترول دوت حدوته مستقله هنتكلم فيها برضو بالتفصيل شويه. تعال ناخد اكسبريشنز مهمه قوي. الاكت اوف بريبيرنج بادجت ده يسموه بادجتنج، يعني ما يقول لك انت بتعمل ايه، قول له انا بعمل بادجتنج. بادجتنج يبقى بقى عد البادجت، بريبير بادجت، يبقى بريبيرنج البادجت اسمه بادجتنج. لكن استخدام البادجت يسموه بادجتري كنترول. بادجتري كنترول يعني الرقابه عن طريق الموازنات، يعني هعمل كنترول يعني رقابه او تحكم باستخدام البادجت. يبقى عمليه استخدام البادجت اثناء السنه يسموها بادجتري كنترول. اول السنه بتعمل بريبيرنج للبادجت يسموه البادجتنج. جميل. تعال بقى نركز شويه على كلمه بلاننج وكلمه كنترول دي. البادجت نفسها هي البلاننج، عشان كده احنا سميناها بروفيت بلاننج. يبقى البلاننج انك تحدد هدف، والهدف بتاعنا ده هيبقى بروفيت يعني رقم ربح، ونعمل preparing various product budgeted to achieve this objective. يبقى انت عندك هدف عايز تحققه، بتعمل فيه شوية budget للوصول لهذا الهدف، يبقى planning معناه budget. ولو تفتكروا حضراتكم اول محاضرة خدناها خالص، اول محاضرة قلنا ان في activities بيعملها المانجر وانا هساعده فيها، فكان من ضمن الاكتيفيتيز دي البلاننج، وقلنا ان احنا كمحاسبين بنعمل للمانجر البادجت. فالبادجت ديت هي وسيله المدير او المانجر فور بلاننج. لكن ليس فيش معنى انك تعمل بلان من غير ما تعمل كنترول. يعني يقول لك الجود بلاننج وذاوت افكتيف كنترول ده تايم ويستد، يعني ما فيش معنى انك تعمل بلان وخلاص، يا الخطه مش معموله عشان يبقى عندنا خطه ويقول لك ايه رايك في السيستم. لا، الخطه معموله عشان نقدر نتحكم في الكوست وفي اليونتس وفي الماتيريال وفي الليبر، نتحكم في الكوست بتاعتنا. طب ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الكنترول. عشان افهمك فكره الكنترول دي ببساطه شديده جدا، تخيل حضرتك معايا ان انت عندك اكتوال ماتيريال يوزد، استخدمنا ماتيريال لانتاج منتج معين، استخدمنا ب $30,000، وانت كنت عامل بادجت للماتيريال يوزد، انت مخطط انك تستخدم ماتيريال $25,000. ده معناه ايه؟ معناه انك هتعمل كومباريزون بين الرقمين دول. ده بيتعمل في اول السنه، بادجتد ماتيريال يوزد، انت بتقول مخطط او عندك بلان او بادجتد انك تصرف $25,000 تو يوز ذا ماتيريال. اكشوالي لما السنه خلصت لقيت نفسك صارف $30,000، فبيطلعوا بين الرقمين دول حاجه اسمها فاريانس. فاريانس يعني انحراف، يعني انت انحرفت عن البادجت، انحرفت عن البلان. السؤال، الانحراف دوت حاجه حلوه ولا وحشه؟ تقول ليش عرفني، هقول لك انت مقدر لك، انا قايل لك لو سمحت استخدم ماده خام ب $25,000. حضرتك اكشوالي يوزد 30,000، دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ فيسموه ان فيفرابل، يعني حاجه مش كويسه، لانك انت قدرت، لكن انت زودت التكاليف، فبالتالي الانكم بتاعك هيقل. يبقى الان فيفرابل معناها انك انت انحرفت عن البروفيت اللي انت عايز تحققه هيقل منك. السؤال مش اني اطلع الفاريانس بقى، السؤال ان انا احدد سبب الفاريانس ده ايه. السؤال هو حضرتك لما اشتريت بضاعه ماتيريال واستخدمتها ب $30,000 كان ايه السبب؟ فيعملوا حاجه اسمها فاريانس اناليسيز. فاريانس اناليسيز يبداوا ياخدوا الاكتوال وياخدوا البادجت ويطلعوا الفرق بينهم اسمه فاريانس، وياخدوا الفاريانس ده يعملوا له اناليسيز فيحددوا هل الفرق ناتج للبرايس انك اشتريت بسعر غالي، ولا الفرق ناتج نتيجه الكوانتيتي اللي استخدمتها، استخدمت كميه اكبر. طب لو كان برايس يبقى مسؤول عنه مدير المشتريات بتاع البرشيسنج، واذا كان كوانتيتي يبقى مسؤول عنه بتاع البرودكشن مدير الانتاج. يبقى انت بتعمل ايه؟ ما تقدرش تعمل اللعبه دي كلها الا لما يكون عندك بادجت في الاول. يبقى انت ما تقدرش تتحكم
وتقول مين المسؤول، الراجل اللي بيشتري اشترى بسعر غالي ولا الراجل اللي بيستخدم استخدم كمية اكبر من المتاح او من اللي انا مخططها له، الا لما يكون عندك اكتوال ايه، رقم اكتوال ورقم بادجت. الاكتوال مقدور عليه بعد ما بينتجوا فعلا، بنعد فعلا وبنشوف انت استخدمنا قد ايه الدخان، لكن محتاجين البادجت. ده اللي احنا هنساعد فيه المدير، هنساعده ان احنا هنعمل له بلان اسمها بادجت، وبعد ما يخلص السنه بتاعته او ديورنج يير زي ما هنشوف دلوقتي، هنعمل له حاجه اسمها بيرفورمانس ريبورت. يبقى حقارن له الاكتوال ريزلتس اللي عنده بالبادجت ريزلت، واقول له يا ريس انت عندك انحراف ولا مفيش، والانحراف دوت سببه ايه، وابدا اعمل له اناليسز. يبقى انا بعمل بلاننج يعني بعمل بادجت، والبادجت بتتم في اول السنه، وبعدين يبدا يشتغل فعلا اكتوال، فاقوم واخد الاكتوال واخد البلان اللي هي البادجت وحاططهم مع بعض في حاجه اسمها بيرفورمانس ريبورت، اقارنه الاكتوال بالبادجت واطلع له بينهم الايه؟ الفاريانس، واعمل للفاريانس ده اناليسيز وابين اسبابه. الحدوته دي كلها مهمه جدا، من غير البلان يو كانت كنترول، سو جود بلاننج وذاوت افكتيف كنترول از تايم ويستد وملوش اي قيمه. طيب هنعمل ايه؟ اللعبه سهله جدا. احنا بنيجي على سنه معينه او فتره معينه ونعمله حاجه اسمها الاوبريتنج بادجت، يعني يجي سنه 19 لسنه 20 الحته دي كده ونخطط لها بادجت. البادجت ديت ممكن تبقى كوارترلي بادجت، يعني تقول تقسمها كوارترلي، يعني تقول السنه اربع ارباع كل ثلاث شهور اعمل لها بادجت، وممكن تعملها كمان مانثلي. وفي الواقع العمل يا شباب البادجت ممكن تتعمل ديلي، يعني ممكن اقول لك كل يوم كل يوم مخطط لك انك تنتج كام يونت او تشتري كام يونت او تبيع كام يونت، وابدا اطلع لك بيرفورمانس ريبورت لكل يوم. هتقول لي طب هي بتتعمل سنوي ولا كوارترلي ولا مانثلي ولا ويكلي ولا ديلي؟ هقول لك حسب نوع الشركه. كل ما كانت الشركه بتتعامل في ارقام عاليه وكبيره وفلوس كتير، يبقى افضل لي اقلل فتره طبعا البرفورمانس ريبورت. لكن لو الشركه بتشتغل في ارقام صغيره والموضوع ما يستاهلش، خلاص كل اسبوع كل 10 ايام. لكن هي المساله مش ثابته، ده حسب طبيعه الشركه بتاعتك، يبقى الوضع بيختلف من 1 يير لكوارترلي لمانثلي لحتى ديلي. وعايز اقول مثل لحضراتكم، معلش مثل شعبي شويه، لما حد يقول لحضرتك هي الشركه دي هتشتغل بيرفورمانس ريبورت كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل شهر ولا كل سنه، هتقول له هو بالنسبه للمدير انهي احسن؟ انا كمانجر، تخيلوا لو جالي كل يوم بيرفورمانس ريبورت يقول لي النهارده كنا مخططين ايه وعملنا ايه، مش تبقى افضل؟ طبعا. بس في مثل عندنا في مصر بيقول ايه؟ اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. بقول له يعني ايه؟ قال لي كل ما كان السيستم اللي انت هتشتغل عليه بيطلع بيرفورمانس ريبورت اكتر، يبقى تكلفته اعلى ومحتاج محاسبين اكتر ومحتاج شغل اكتر، فمحتاج كوست اكتر. فهي المساله كوست بينيفيت، يعني مفيش حاجه احسن من حاجه. يعني ممكن تلاقي شركه بتعمل بيرفورمانس ريبورت كل اسبوع، وشركه بتعملها كل يوم، وشركه بتعملها كل شهر. كل شركه بتختار الانسب ليها هي، بتقيس الكوست فور بريبيرنج البادجت وبريبيرنج البرفورمانس ريبورت والبنفيت اللي جايه منها. كل ما كانت التغيرات في الشركه ديت كبيره والارقام كبيره، نقلل الفتره بتاعت البادجتس وفتره الكنترول. كل ما كانت الارقام صغيره والتغيرات مش كبيره، نكبر الفتره. يبقى ما فيش رول او قاعده ثابته على ان بيقول لك تشتغل كوارترلي او تشتغل مانثلي او تشتغل ويكلي. الفكره هي كوست بنفيت، انا هستفيد ايه وهصرف قد ايه. يبقى ريجاردلس بقى هنشتغلها انيوالي، هنشتغلها كوارتر، هنشتغلها مانثلي، احنا هنعمل نساعد المدير ونعمل له بلاننج، يعني هنعمل له بادجت وهنعمل له كنترولنج، هناخد البادجت اللي احنا عملناها نقارنها مع الاكتوال ونطلع الفاريانس بينهم. الصفحه اللي جايه ديت يا شباب ديت سؤال في الامتحان. يعني ايه؟ حاجه اسمها الماستر بادجت. نعم نفهموها مع بعض، لو قدرنا ربنا يسهل نفهموها دلوقتي يبقى احنا عدينا حته مهمه قوي. تخيل حضرتك انك عايز تعمل بادجت لشركه. تبدا من ايه؟
ايه نقطة البدء الستارتنج بوينت، تفكر منين؟ ايه السكوب اللي هنعمله الايه يا فندم؟ ميزانية السنة اللي فاتت. ميزانية السنة اللي فاتت او موازنة السنة اللي فاتت او ميزانية السنة اللي فاتت، يعني الباست اكسبيرينس بتاعتك. بالظبط. جميل، بس هل انت عايز تحقق ارباح السنة اللي فاتت ولا ناوي تكبر الارباح شوية؟ اكيد عايز ازود او تقلل، ما هو حسب ظروف السوق اللي انت شغال فيه. عشان كده احنا هزود الارباح يقلل التكاليف. بالظبط كده، عشان كده اقول لك نقطة البدء بتاعتك هي السيلز. يعني انت لما تحب دكتور احنا بنسجل، قول يا فندم تاني. احنا بنسجل بنسجل ايه؟ المحاضرة بس على الريكوردينج يا دكتور. ايوه فندم احنا متسجلة ان شاء الله، متسجلة ان شاء الله. بيسجل الاسامر وبيعمل المونتاج وبينزل المحاضرة زي كل اسبوع ان شاء الله، تتسجل وبعدين بقعد انا اظبطها وانزلها لكم بعد المحاضرة ان شاء الله. نقطة البدء بتاعتنا هتبقى السيلز يا شباب. بمعنى ايه؟ لو انا عايز انتج 1000 يونت، البادجت بتاعتي هتختلف لو انا مخطط انتج 2000 يونت. يعني ايه؟ يعني لو عايز تنتج 1000 يونت هتشتري مادة خام مختلفة عن المادة الخام بتاعت الألفين، هتجيب عمال مختلفة عن العمال، هتستخدم اوبريتنج اكسبنسز مختلفة. وانس ان الرقم ده اختلف البادجت كلها اختلفت. يبقى الستارتنج بوينت بتاعتنا، الستارتنج بوينت بتاعتنا هي السيلز. بس خلي بالك في حاجة تانية غير السيلز برضو. الشركات لما بتيجي تنتج، الشركات لما بتيجي تنتج بتنتج عشان حاجتين، حاجة اسمها سيلز دي اليونتس اللي هنبيعها للسوق، والاندنج انفنتوري. فيقول لك انا بستهدف يبقى عندي مخزون في المخزن كام يونت وابيع كام يونت. هبيع 1000 يونت وهستهدف كمان يبقى عندي في المخزن 100 يونت. ايه حكاية اللي في المخزن دي؟ معظم الشركات بالتفكير القديم بتفكر ان لازم يكون عندها انفنتوري. طبعا حضراتكم اكيد درستوا حاجة اسمها الجيت، درستوها ولا لا؟ دي اتعدت عليكم؟ ايوه الجاست ان تايم. الجاست ان تايم دوت ده مانجمنت ثينكينج، طريقه تفكير بتقول ان احنا نقلل رقم الانفنتوري بتاعنا على قد ما نقدر. فيقول لك لما تجيب ماتيريال ما تحطهاش جوه مخزن وير هاوس، دخلها دايركتلي على البرودكشن لاينز على خط الانتاج، ولما يطلع لك هنا برودكشن انتاج فينيشد جودز انتاج كامل ما تدخلوش على وير هاوس، طلعه دايركتلي على السوبر ماركت. تخيل معايا حضرتك ان احنا بنجيب من هنا لبن مثلا من المزرعه، يقوم داخل على خط الانتاج غلايه ويتكثف ويتضاف عليه اضافات ويطلع من هنا مثلا زبادي. فتخلي الملك ده ما بيجيش يتخزن جوه مخازن، ده بيجي من العربيه دايركتلي يقوم داخل على خط الانتاج، يطلع الزبادي دايركتلي على العربيات يتنقل للسوبر ماركت. الطريقه دي يسموها الجيت. يعني بيبقى عندك جاست ان تايم انفنتوري، يعني ما عندكش رقم انفنتوري كبير. لكن بنتكلم احنا هنا تقليديا تراديشنال على نوع من الشركات الصناعيه اللي بتستهدف يبقى عندها رقم انفنتوري. لو الشركه ديت بتشتغل بالجيت يبقى هنلغي ديت وهنركز بس على السيلز بادجت. يبقى نقطه البدء بتاعتي هي السيلز والاندنج انفنتوري اذا كانت الشركه حابه يبقى عندها انفنتوري. ركز بقى في اللي جاي. بناء على الاثنين دولت يطلع لك اثنين بادجت، يطلع لك حاجه اسمها سيلز بادجت مع اندنج انفنتوري بادجت، الاثنين دول كده يطلعوا حاجه اسمها برودكشن بادجت بيزد على رقم السيلز اللي انت عايزه مخططه السنه الجايه، ورقم الانفنتوري الديزايرد السنه الجايه هتحدد انا هنتج كام يونت، وهتحدد السيلنج والادمنستريتيف بادجت بتاعتك، لان السيلنج مبنيه على رقم السيلنج. كل ما السيلنج بادجت دي تكبر كل ما السيلنج اكسبنس تكبر. جميل. وانس انك حددت البرودكشن بادجت بتاعتك يتحدد لك ثلاثه بادجت. ليه ثلاثة بادجت؟ فكر كده معايا، هي الكوست بتاع البرودكشن كام حاجة يا شباب؟ لما قلنا نيجي ننتج المنتج بتاعنا وقلنا ماتيريال كوست وليبر كوست واوفر هيد، فنعمل ثلاثة بادجت. نعمل بادجت اسمها دايركت ماتيريال بادجت بيزد على اللي انت هتنتجه. كل ما كان رقم البرودكشن أكبر كل ما كانت الدايركت ماتيريال بادجت أكبر. هتجيب ماتيريال مادة خام، هتجيب عمال دايركت ليبر، هتجيب مانيفاكتشرنج اوفر هيد. لو بصينا دلوقتي هنلاقي ان احنا بدانا
بالسيلز وبالاندنج انفنتوري، حددوا لي برودكشن بادجت وسيلينج ادمنستريتيف بادجت، وخدت البرودكشن بادجت طلعت منها ثلاثة بادجت ماتيريال وليبر واوفر هيد، وبعدين طلعت اهم بادجت عندنا اسمها الكاش بادجت. كاش بادجت يعني ايه كاش بادجت؟ لو خدت بال حضرتك كده هتلاقي ان في خط لونه احمر اهوت، او يعني لونه مختلف شويه، جاي من السيلز ودخل على الكاش، وفي خطوط زرقاء اهيت. ده معناه انك سيلينج وادمنستريتيف مانيفاكتشرنج اوفر هيد دايركت ليبر ماتيريال، دي كوست، دي اكسبنديتشر، دي حضرتك فلوس هتدفع. يعني انت هتصرف فلوس عشان السيلينج والادمنستريتيف كوست على الاوفر هيد على الليبر على الماتيريال، فديت بيمنت، دي فلوس هتدفع. السيلز تجيب لي كوليكشن، تجيب لك الفلوس اللي هنقبضها، فناخد الاثنين مع بعض الفرق بين الكوليكشن والبيمنت ونعمل بيهم كاش بادجت. فنخطط السنه الجايه هتجيلنا فلوس قد ايه، هنصرف فلوس قد ايه، فيبدا المدير المالي يخطط. طب انا استلف ولا كاش فلو؟ هي حاجه زي الكاش فلو، بس الكاش فلو اتعملت على حاجه حصلت، لكن دي بتتعمل فور فيوتشر، يعني هي شبهها لكن مش هي. الكاش فلو كنت بتاخده الاوبريشن لوحده والانفستمنت لوحده والفاينانس لوحده وتطلعه فيها كاش، دي كانت حاجه حصلت فعلا، لكن دي احنا بنتكلم على بلاننج للمستقبل. السنه الجايه ان شاء الله هيجي لنا متحصلات قد ايه، السنه الجايه هندفع فلوس قد ايه، يبقى احنا عندنا عجز ولا عندنا زياده. ده بلاننج، ده تخطيط للسنه الجايه. وبيزد على الشكل اللي قدام حضراتكم دوت بيقدر يعمل لي انكم ستيتمنت، بادجتد انكم ستيتمنت وبادجتد بالانس شيت، يعني بيخطط للسنه الجايه لغايه لما يوصل هنكسب كام والبالانس شيت بتاعتنا شكلها عامل ايه. طب معلش يا دكتور، اتفضل يا فندم. معلش حضرتك، هو ايه الفرق بين الادمنستريتيف بادجت والاوفر هيد بادجت؟ لا فرق كبير، ديت نون مانيفاكتشرنج، دي اللي بره الشركه، لكن المانيفاكتشرنج ده جوه المصنع، دي مانيفاكتشرنج كوست. مش احنا قلنا عندنا نوعين من الكوست، عندنا مانيفاكتشرنج ونون مانيفاكتشرنج. السيلنج والادمنستريتيف هي تكاليف عمليات البيع والنقل والكلام ده بره المصنع، يسموها نون مانيفاكتشرنج كوست. لكن المانيفاكتشرنج اوفر هيد دي انسايد ذا فاكتوري، اللي هي الاندايركت كوست، مانيفاكتشرنج اندايركت كوست، دي مانيفاكتشرنج ودي نون مانيفاكتشرنج. تمام. طب تعال نبص لهم كمان مره، لان انا هجيب لك دي في الامتحان. هقول لك اتفضل يا فندم. ممكن نعيدها تاني؟ معلش. ما انا بعيدها تاني اهو. انا بعيدها تاني. شكرا. عينيا. الفكره بتقول انك عشان تعمل ماستر بادجت، يعني تجيب كل انواع البادجت في الشركه. كلمه ماستر بادجت دي مش بادجت واحده، ديت جروب اوف بادجت، دي سلسله بادجت، بس هي بتبدا كسلسله مبنيه على بعضها. بتبدا الاول من السيلز بادجت، وكان الدراسات بتتم جوه الشركه، بتقول يا اخوانا عندنا بحوث السوق وعندنا الدراسات البيعيه بتقول لنا ان احنا عايزين مستهدفين، ان احنا عندنا استيميتد او فوركاستد سيلز للسنه الجايه، يدوني السيلز ديت انا ابني عليها البادجت. يبقى الرقم ده ما بيجيش من عندي، انا ما بحسبوش، الرقم ده بيجي لي جيفن من دراسات السوق ومن الاستراتيجيه بتاعت الشركه ومن الشير ماركت بتاع الشركه، حصتنا في السوق قد ايه. يقولوا لنا احنا ناويين ان شاء الله السنه الجايه مستهدفين نبيع 10,000 يونت. انا اخد الرقم دوت وابني عليه الماستر بادجت، اركب عليه البادجت. فببدا اقول اولا كده، هو انتوا هتنتجوا وتبيعوا بس ولا مستهدفين كمان اندنج انفنتوري؟ يقول لك لا، عايزين اندنج انفنتوري. يبقى انا هعمل لك بادجت بيزد على السيلز بادجت وعلى الاندنج انفنتوري بادجت، وهنتعلمها النهارده الاثنين دول. طب هتعمل ايه؟ هعمل اثنين بادجت دلوقتي، هعمل دلوقتي اثنين بادجت، هعمل برودكشن بادجت بناء على رقم السيلز ورقم الاندنج انفنتوري، ودي هنتعلموها النهارده ان شاء الله. وهنعمل سيلينج وادمنستريتيف بادجت، لان السيلينج مبنيه على السيلز بادجت، كل ما رقم السيلز يزيد كل ما تصرف سيلينج وادمنستريتيف اكبر. جميل. وصلنا دلوقتي للبرودكشن. رقم البرودكشن بادجت ده اقدر اعمل منه ثلاثه بادجت، اللي هي الكوست اوف برودكشن، يعني الثلاثه اللي ما يتكتبوا تحت ديت اسمها كوست
اوف برودكشن، تكلفه الانتاج بتاعك. تكلفه الانتاج بتاعتك ثلاث حاجات: دايركت ماتيريال ودايركت ليبر ومانيفاكتشرنج اوفر هيد، بيزد على رقم البرودكشن. كل ما رقم البرودكشن يكبر هتشتري ماده خام اكتر، هتجيب عمال اكتر، هتصرف اوفر هيد اكتر. طب جميل، فاضل ايه؟ فاضل اهم حاجه، الكلام اللي قدام حضرتك ده فيه سيلز، دي ريفينيو او كوليكشن، فلوس جايه. انت لما هيبقى عندك سيلز هتبيع، يجيب لك كوليكشن. وبعدين عندك سيلينج وادمنستريتيف واوفر هيد وليبر وماتيريال، دول كلهم كوست يعني بيمنت، يعني فلوس هتدفعها. فيبقى عندك كوليكشن جاي من السيلز، وعندك كوست من اربع حاجات: من ماتيريال وليبر واوفر هيد وسيلينج وادمنستريتيف. تقوم عامل منهم الكاش بادجت، الكوليكشن تاخدها اللي جايه من السيلز، والاربعه بيمنت همت تحطهم مع بعض وتعمل بيها كاش بادجت، عشان نحدد عندنا ديفيسيت، عندنا عجز، ولا عندنا فائض، عندنا فلوس زياده نقدر نستثمرها، ولا عندنا عجز فنبدا نستلف من دلوقتي. وبيزد على الشكل اللي قدام حضرتك ده يطلعوا اخر التو بادجت، البادجت انكم ستيتمنت، ادي الريفينيو بتاعه وادي الاكسبنسز بتاعته، فيطلع البادجت انكم ستيتمنت ويعمل البالانس شيت بتاعته، بادجت البالانس شيت. يبقى هو خطط للسنه الجايه كلها على رقم السيلز ده، غير الرقم السيلز كل اللي تحتيه ده يتغير. يعني الرقم ده كان 1000، عملت بادجت، لو قالوا لي الرقم ده 2000، كل الارقام اللي اتعملت في البادجت دي هتتغير. عشان كده الماستر بادجت بيلد اون بيزد اون السيلز، وانس ان السيلز يتغير الدنيا بتتغير. طب جميل قوي، نقول تاني. يبقى الماستر بادجت اللي احنا عملناها دي مش بادجت واحده، دي نمبر اوف سيبريت بس انتر ديبندنت بادجت، هي سيبريت بس مترابطه ببعضها. يعني ايه مترابطه ببعضها؟ هي سيبريت لانك انت عامل كذا بادجت، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عامل 10 بادجت، بس كلهم مرتبطين ببعض، كلهم مبنيين على رقم الايه؟ السيلز. فيبقى عندك سيلز وانفنتوري، اجيب البرودكشن، البرودكشن اجيب الماتيريال والليبر اوفر هيد، السيلز وشويه الكوست اجيب الكاش بادجت، الريفينيو والكوست اجيب منها الانكم، الحاجات الثانيه اجيب منها البالانس شيت، وبالتالي هي مرتبطه ببعضها. يبقى هي سيبريتد بس في نفس الوقت انتر ديبندنت، متداخله ومترابطه مع بعضها. طب تاني، السيلز بادجت هي نقطه البدء بتاعتك. احنا اول خطوه عندنا نمره 1 نعمله السيلز بادجت، دي الاكسبكتد سيلز فور ذا بادجت بيريود، يعني السنه الجايه ان شاء الله او الشهر الجاي او الاسبوع الجاي حسب البيريود اللي هتشتغل عليها بنطلع سيلز بادجت. دي الاكسبكتد بادجت بتاعتنا، بتتعمل بالدولارز واليونت. زي ما هنعرف دلوقتي اما اقول لك انا عندي 1000 يونت اكسبكتد سيلز، الرقم اللي قدام حضرتك ده يونت عايز احوله لفلوس. طب هو رقم السيلز الاكسبكتد سيلز احوله لفلوس ازاي؟ اضربه فيها يا شباب، لو قلت لك 1000 يونت اكسبكتد سيلز اضربه في السيلنج برايس بير يونت، لو ضربناه في 10 جنيه فيطلع 10000 جنيه. يبقى انت حددتها كيونت وحددتها كفلوس، وبالتالي يبقى السيلز بادجت هي دولارز يعني فلوس ويونت. ودايما هي بتعمل حاجه اسمها سيلز فوركاستنج او سيلز استيميشن، بنبدا نقدر السنه الجايه هنبيع قد ايه، وكل البادجت اللي هتتعمل اول اذر بارتس اوف ماستر بادجت ديبندز على السيلز بادجت. ودي نقطه مهمه جدا، احنا كل شغلنا مبني على السيلز بادجت. يبقى ما اقدرش اعمل برودكشن بادجت وانا ما عنديش سيلز بادجت. يعني ما اقول لك احنا هنشتري ماده خام قد ايه السنه الجايه، تقول لي الاول ننتجه كام يونت. طب ننتجه كام يونت السنه الجايه، تقول لي طب احنا مستهدفين نبيع كام يونت. وبالتالي هي سلسله ورا بعضها، ما تقدرش تعمل البرودكشن بادجت الا لما يكون عندك سيلز بادجت. حد كان بيقول حاجه؟ اتفضل لو عايز تسال. تمام. دكتور مصطفى، هو بالنسبه لا انا لسه ما قلتش السؤال الامتحان، لا انا لسه ولا كلمه من دي هتيجي في الامتحان. الامتحان مش ده خالص، ده احنا بندردش على الماستر بادجت، بنعرف. انا لو قلت لك هيجي في الامتحان الرسمه دي هقول لك
بين لي في شكل كده الماستر بادجت، وممكن ادي لك انا البوكسات ديت موجوده وتكتب لي اسماء البادجت جواها. يعني ده السؤال الوحيد اللي ممكن يجي لك دلوقتي. اديك الرسمه ديت فاضيه واقول لك حضرتك اكتب لي جواها اسماء البادجت. حلو ده يا دكتور. يعني ده ممكن يجي لك سؤال، لكن الباقي ده احنا بندردش لسه ما قلناش حاجه، فده مش هسالك فيه لسه يعني. معلش تقول تاني بعد اذنك. لا كنت بسال يعني في النقطه دي لحضرتك، قلت لنا عليها ان المستشفى فاضيه واحنا هنملاها، يعني بسال في الفلوشر كده يعني. ان هو هيجي ازاي؟ هيجي كده يعني. انا ممكن اقول لك اعمل لي ماستر بادجت، الدياجرام للماستر بادجت هتعمله كله من دماغك، او اقول لك ماستر بادجت واجيب لك البوكسات فاضيه، يعني اجيب لك رسمه كده البوكسات فاضيه، تخيل معايا كده شكلها هيبقى عامل كده، هعمل لك بوكس هنا وهعمل لك بوكس هنا وهعمل لك بوكس هنا وبوكس هنا، وبعدين يطلع منه ثلاثه، وبعدين اعمل لك واحد تحت، وبعدين اعمل لك واحده هنا وواحده هنا. فانت تقول لي ديت سيلينج وادمنستريتيف، ديت برودكشن، ديت اندنج انفنتوري، ديت سيلز، دي دايركت ماتيريال، دايركت ليبر اوفر هيد، دي كاش، دي انكم ستيتمنت، دي بالانس شيت. فممكن اديها لك رسمه وانت تكتبها او تعملها كلها من عندك. يعني لازم تبقى عارف السيكونس بتاع الماستر بادجت. تمام الحته دي كده؟ تمام. تعال نتكلم برضه تاني على الماستر بادجت. يبقى انت بدات بالسيلز. دكتور استاذنك في؟ نعم يا فندم. اتفضل. هي بتتعمل كل سنه ولا ممكن تتعمل كوارتر؟ ما انا قلت لحضرتك والله انها ممكن تتعمل كل يوم. يعني احنا لما جينا اشتغلنا هنا ماستر بادجت. ايوه ما هي الماستر بادجت دي ممكن تتعمل يومي. يعني انا كل يوم هعرف السيلز بتاعتي قد ايه، والماتيريال بتاعتي قد ايه، والليبر قد ايه، وممكن اعملها شهري، وممكن اعملها كوارترلي، وممكن اعملها ييرلي. الغالب اللي هو المشهور الكوارترلي واليرلي، يعملوا سنه ويقسموها اربع، او يعملوها ييرلي ويعملوها شهري. زي ما قلت لحضرتك هي مساله كوست بنفيت، يعني كل شركه هتشوف، لان كل ما انت هتعمل بادجتس اكتر هتتكلف معاك اكتر. يعني تخيل حضرتك لما تعمل 365 بادجت وكل واحده فيها 10، يبقى انت عملت 3650 بادجت. انت متخيل الرقم ده؟ رقم خرافي. فيقول لك لا ده كتير، فيقول لك لا طب ما نخلي بدل 365 نخليهم 12، يعني كيشتغل في الشهر فيطلع 120 بادجت. طب ما تخليهم كوارتر يبقى 4 ب 40 بادجت. طب خليهم واحده انيولي يبقى بنتكلم على 10 بادجت. كل ما هتزود الفتره ديت هتزيد عدد البادجتس بتاعتك، ودي عمليه مكلفه جدا جدا. فعشان كده هي كوست بنفيت، كل شركه هتحدد الانسب لها وعلى حسب السيستم المتاح عندها. لكن احنا هنشتغل اليوم دي نادره جدا، بتتعمل في شركات يعني بسيطه قوي، لكن معظم الشركات بتشتغل شهري او كوارترلي، واكيد بتشتغل ييرلي، بيبقى عندهم السنه ومتقسمه 12 شهر او متقسمه 4 كوارتر. فهي حسب طبيعه الشركه، ملهاش قاعده، ملهاش حاجه ثابته يعني. طيب يبقى انت عملت السيلز الاول، السيلز طلعت منها ببرودكشن، البرودكشن تتحول لدايركت ماتيريال ودايركت ليبر واوفر هيد. طيب نقدر بقى نجمع الكلام ده كله مع بعض، يبقى عندنا السيلنج سيلز الاول اهي سيلز بادجت، والسيلنج والادمنستريتيف، وحددنا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر اوفر هيد. اقدر اطلع الكاش بادجت. الكاش بادجت بتبين لي دي خطه بلان، الكاش اللي داخل لنا قد ايه، والكاش اللي احنا صرفناه قد ايه، هيبقى عندي عجز ولا زياده. تخيل حضرتك انك انت جيت في شهر جولاي رايح تشتري ماتيريال ماده خام ب 30,000 دولار ومعكش فلوس، الدنيا هتقف. فانا لما اقول لك من اول السنه اعمل حسابك انك في شهر جولاي هتشتري ماتيريال ب 30,000، فهتحضر الكاش من دلوقتي. هتقول لي طب فرضا ما عنديش، روح البنك يا سيدي في شهر جون، في شهر ماي، واستلف عشان تبقى الفلوس افيلابل عندك في شهر جولاي. يبقى انا بحضرك بقول لك هيحصل ايه، وبالتالي البلاننج ده مساله مهمه جدا، والا يبقى كانك مغمي عينه ومشيه في مكان
كله ألغام، بتقول له أنا مخبي عينيك ومشي، طب ما أكيد هتنفجر فيه الألغام. لكن لو حطيت له علامات على الألغام وفتحت عينه قلت له خلي بالك بعد 10 خطوات هتلاقي لغم، بعد 12 خطوة هتلاقي حفرة، هياخد باله وهو ماشي ويقدر يوصل للطريق الصحيح اللي هو عايزه أو الهدف اللي هو عامله. جميل، تعال بقى نشوف احنا هنعمله ايه. يبقى احنا هنتسأل السؤال الاولاني على الماستر بادجت الشكل الكبير ده، وهنتسأل على كل بادجت لوحدها هاو تو بريبير، يعني هطلب منك بريبير سيلز بادجت، بريبير برودكشن بادجت، بريبير دايركت ماتيريال بادجت. نركز مع بعض، الفكرة سهلة جدا لو فهمناها. الفكرة بتقول ايه؟ ان كل بادجت لها شكل محدد وفورمولا محددة. لو انا عرفت الشكل وعرفت الفورمولا بتاعتها اقدر اعملها. يبقى كل بادجت لها شكل معين ولها فورمة معينة او معادلة معينة او فورمولا معينة. تعال نفكر بالراحة كده، هي السيلز بادجت معمولة ليه؟ قالك دي ديتيلد سكيدجول showing the expected sales for the budget period، شهر بقى شهرين ثلاثة اشهر اربعة زي ما انت عايز، بس هتطلعها لي بالدولار وباليونت. طب تعالى نطبقوا الكلام ده، انا عايز جدول اسميه سيلز بادجت اسمه اهو، وابين فيه الفترة اللي هنشتغل عليها فور ده فترة من الى. يبقى انا عندي كده اسم البادجت وعندي الفتره بتاعتها. تعال امسكوا كلمه سيلز بادجت، معناها ديتيلد سكيدجول شوينج اكسبكتد سيلز. يبقى انا عندي اكسبكتد سيلز عايزينها باليونت وبالدولار، يبقى نجيب اليونت الاول لو ضربناها في السيلنج برايس تديني الاكسبكتد سيلز بالدولار. يعني لو جيت قلت حضرتك اول شهر عندي اكسبكتد سيلز 1000 يونت ف 10 جنيه، فتقول لي يبقى الاكسبكتد بتاعنا 10000 دولار. طب لو جينا الشهر الثاني اكسبكتد 2000، هتقول لي 2000 في 10 يعملوا 20000 وهكذا. يبقى هي الفكره بيبقى عندنا شكل معين جدول، وده هنبقى عندنا حاجه ثابته ما بتتغيرش، هيبقى شكله عامل كده. هنكتبه اسم البادجت الاو، ده الاسم بتاع البادجت، يطلع اسمها سيلز، يطلع اسمها برودكشن، يطلع اسمها دايركت ماتيريال، حسب نوع البادجت اللي هتعملها. طبعا احنا مش هناخد العشر انواع، احنا هنختار لنا منهم كم نوع نركز عليه، لان العشر انواع ده موضوع كبير. وتاني حاجه الفتره اللي هتشتغل عنها البيريود بتاعه البادجت، ممكن تقول لي 4 مانس مثلا جولاي 31 يبقى دي بتاعه شهر 7، هتقول لي مثلا كوارتر ينتهي مثلا في مارش 31، يبقى الفيرست كوارتر اوف ذا يير. يعني هتحدد المده اللي بتتعمل عنها البادجت، سواء كانت شهر كانت سنه كانت كوارتر، زي ما هو عايز يعمل حسب الشركه اللي هتشتغل معايا. وبعدين نعمله الشكل بتاعنا. الشكل دوت فيه ثلاث حاجات مهمه جدا، ديت الفترات اللي انت شغال فيها المانث اللي بتاعتك اهي، خانه التوتال دي فيري امبورتنت، وغالبا لما بتعمل بادجت بتغلط في خانة التوتال. يبقى احنا هنركز على خانة التوتال قوي، لان اي غلطة هنغلطها غالبا هتبقى في خانة التوتال. هناخد انت بتعمل سيلز بادجت، يبقى هتاخد نمبر اوف يونتس سولد اللي هي نمبر اوف سيلز يونت استيميتد، تضربها في السيلنج برايس تطلع البادجت سيلز اماونت. يبقى دي الفورمولا، دي الفورمولا اللي انا هعرفها. الفورمولا بتقول ان السيلز بادجت عبارة عن عدد يونتس اوف سيل مضروبه في سيلنج برايس او بادجتد سيلز اماونت. طب يعني ايه؟ تعال نجرب نشوف هنعرف ولا لا. تعال ناخد اكسرسايز بسيط كده نفهم منه الفكره بتاعتنا. تعال نتفق اتفاق ديل كده بيننا وبين بعض، حضرتك ما تقراش السؤال الاول، حضرتك ستارت ويز ريكوايرد، ابدا اقرا الاول الريكوايرد وبعدين حل السؤال وبعدين اقرا السؤال. نركز تاني في الثلاث كلمات دول بعد اذنكم كده. الاتفاق اللي هنعمله مع بعض دلوقتي ان احنا مش هنقرا كده، هيتكتب سؤال كلام اخر السؤال بيبقى فيه ريكوايرد المطلوب، احنا مش هنقرا السؤال،
هنقرا الريكوايرد الاول، يبقى ده نمره واحد، نقرا الريكوايرد وبعدين نمره اتنين نحل السؤال وبعدين نمره تلاته نقرا السؤال. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ هقول لك واحده واحده كده. هو هنا بيقول لي بريبير سيلز بادجت فور ذا كوارتر اندنج جون 30. عايز يعمل سيلز بادجت فور ذا كوارتر اند جون 30. اقول له حاضر اعمل لك السيلز بادجت، اقوم راسم الرسمه بتاعتي ومحدد فيها هو بيقول لي هنا كوارتر ينتهي في جون، جون ده شهر 6، يبقى الكوارتر دوت شهر 3 و4 و5 عشان ينتهي في جون، يبقى شهر ابريل، شهر 4 وشهر 5 وشهر 6 اللي هو جون. ودايما اعمل خان التوتال في الاخر. يبقى اي شكل لاي بادجت، هو الفتره اللي انت هتشتغل فيها الكوارتر اهو متحدد شهور اهو، وخانه في الاخر اسمها خان التوتال. انت عايز تعمل سيلز بادجت، يبقى هتيجي هنا تكتب الفورمولا بتاعتك، فتقول له النمبر اوف سيلز يونتس مضروبه في السيلينج برايس يطلع البادجتد سيلز دولار. تعمل الشكل ده الاول قبل ما تقرا السؤال. يبقى انا هقرا الريكوايرد الاول هيحدد لي نوع البادجت. اعمل البادجت انا فاضيه كانها تمبلت، كانك بتسحب من الدرج ورقه مرسوم عليها البادجت، وبعدين نقرا السؤال. ماشي يا شباب؟ تعال نجرب كده مع بعض. هو عايز سيلز بادجت، فكتبت له سيلز بادجت فور ذا كوارتر اند جون 30 2020. فقلت جون 30 ده شهر 6 يبقى 5 و4 يبقى ده الكوارتر اللي انا عايزه. فاقوم عامل رسمه كاتب فيها شهر ابريل وماي وجون والكوارتر اللي هي خانه التوتال. الكوارتر يعني ده معناه اللي هو مجموع ابريل وماي وجون. وكتبت هنا الفورمولا بتاعتي، المعادله اللي انا هلعب بيها في السيلز بادجت. باخد النمبر اوف سيلز يونت مضروبه في السيلنج برايس يطلع البادجت سيلز. اعمل الشكل ده كله الاول وبعدين ابدا اقرا السؤال. تعال نجربه بقى السؤال. بيقول لي رويال كومباني از بريبيرنج بادجت فور ذا كوارتر اندنج جون 30 بادجت سيلز فور ذا نيكست 5 ييرز. اعطيك كام شهر هو؟ اعطيني 5، ابريل وماي وجون وجولاي واوغست. حضرتك محتاج بس مين؟ محتاج ابريل ومحتاج ماي ومحتاج جون. طب ودولت مش عايزهم، دول اوت اوف بادجت، دول بره البادجت. البادجت بتاعتي ابريل وماي وجون بس، يبقى مش كل الارقام الجيفن هنستخدمها. واعطيني السيلنج برايس بتاعي 10 دولار. العمليه سهله، كل اللي هعمله هبدا احط الارقام بتاعتي، ابريل ب 20,000 يونت، ماي ب 50، جون ب 30، واضرب في 10. بس نركز مع بعض شويه هنا. الخانه دي خانه توتال اللي احنا قلنا هنغلط فيها. انا ال 100,000 دي جبتها منين؟ دي توتال سيلز فور ذا كوارتر، يعني خدت ال 20 زائد ال 50 زائد ال 30. بس لما جيت على السيلنج برايس ما جمعتهوش، ما قلتش 10 زائد 10 زائد 10، خدت ال 10 بس، لانك انت ال 10 دي بير ايه؟ بير يونت، فالبير يونت ما بيتجمعش. يعني لما اقول لك انا ببيع في ابريل ب 10 جنيه، ببيع في ماي ب 10 جنيه، ببيع في جون ب 10 جنيه، يبقى السعر بتاع الكوارتر كله 10 جنيه، ما هوش 10 زائد 10 زائد 10. واضحه دي يا شباب؟ بنضربهم في بعض، 20 في 10 يطلعوا ب 200، ماي ب 500، جون ب 300. لازم الرقم التوتال ده يظبط معاك. يظبط معايا ازاي؟ يعني يجي راسي كولوم كده ويجي افقي رو. لو انا جمعت ال 200 وال 500 وال 300 يطلعوا نفس الرقم لو ضربت ال 100,000 في 10، فهيطلع لك المليون. فيبقى ده شكل البادجت بتاعتي. ما فيهاش صعوبه، هي الفكره بس انك تركز على الاشهر اللي هو عايزها، الكوارتر اللي هو عايزه، وتخلي بالك شويه من خانه التوتال او خانه الكوارتر. فيها قلق دي يا شباب؟ هو معلش يا دكتور، هو ممكن حضرتك ما تثبتش السيلنج برايس؟ لا هنثبته يعني دايما، لا هنثبته دايما طبعا. لو ما تثبتش ما يتجمعش. يعني مثلا اعطاني هنا 10، اعطاني هنا 15، اعطاني هنا 20، هيبقى ده 200,000، هيبقى ده مثلا 750,000، هيبقى ده 600,000. في الحاله دي ما اقدرش اطلع رقم هنا،
لكن اقدر اطلع التوتال ده، يعني اخد ال 200 وال 700 وال 600 واقوم كاتب التوتال هنا. في الحاله دي ما عندكش هنا سعر وعادي، يعني هو عنده في ابريل هيبيع ب 10، في مايو هيبيع ب 15، في زون هيبيع ب 20، لكن انا مش هلعب معاك اللعبه دي، انا هديك الرقم ده ثابت. لكن ينفع؟ اه طبعا ينفع، نتيجه ظروف السوق واذا كانت المنتج بتاعك منتج موسمي فممكن الاسعار تختلف من شهر لشهر. في الحاله دي ما تقدرش تطلع الخانه ديت سعرها كام، وما ينفعش تطلع افريج، يعني ما يجيش في بالك انك تاخد 10 و15 و20 وتقسمهم على 3. في الحاله دي ما يبقاش في رقم هنا، هيبقى الرقم ده فاضي، هيبقى ممكن يبقى في الاخر هو مجموع حاصل ضرب كل يونت عدد يونت بالسيل برايس بتاعتها. اه ده بيسموه الويتد افريج، بس احنا مش هنخش في الحته ديت يعني. لكن طبعا ممكن تجيبه عن طريق حاجه اسمها الويتد افريج، تاخد ال10 في 20000 زائد ال10 في 50000 زائد ال10 في 30000 وتقسمها على مجموعهم 100000 يطلع لك افريج، بيسموه الويتد افريج. لكن احنا قلنا يعني انا هشتغل معاكم دايما ان الرقم دوت ثابت، هنشتغل دايما ان الرقم دوت ثابت، لان العمليه يعني مش هي الفكره، بس انا عايز اوريك شكل البادجت، مش عايز ادخلك جوه الديتيلز او بتاع البادجت، وخصوصا ان في بعد كده بادجت فيها افكار، يعني البادجت دي اسهلهم لكن اللي جاي فيها افكار، فمش عايزين نكلكعوها من اولها يعني. طب ركز بقى، حضرتك دلوقتي عملت سيلز صح؟ سيلز بادجت، قالت ايه السيلز بادجت؟ قالت حضرتك انك هتبيع ب 200000 في ابريل و 500000 في ماي و 300000 في جون بتوتال والمنيوم في الكوارتر صح؟ هتقول لي اه. هقول لك هيجيبوا لنا كاش كوليشن قد ايه؟ مش انت بعت يبقى هتجيب فلوس. طب سؤال بقى، شهر ابريل يدخل لك فلوس قد ايه؟ كام يا شباب؟ تعرف؟ اللي حضرتك قلته ان يدخلني 20 ده على افتراض انك بايع كاش، يسموها كاش سيلز، لكن في الواقع العام الشركات ما بتبيعش كاش، معظم الشركات بتبيع حاجه اسمها كريدت سيلز. كريدت سيلز يعني ايه؟ يعني حضرتك تبيع ب 100000 جنيه سيلز اهي، لكن تحصلهم على فترات مختلفه، يعني تجيب مثلا 50000 اول شهر، تجيب 30000، تجيب 15000، 5000 يروحوا عليك لان هم انكولكتبل، يعني انت ممكن لما تبيع ما تعرفش تحصل جزء من الفلوس، يحصل باد ديت. معنى كده ان العمليه مش ببساطه ان احدد ان السيلز ب 100000 يبقى هيجي لي كاش 100000. عشان كده احنا هنبدا نشتغل على حاجه اسمها الاكسبكتد كاش كوليكشن اون سيلز، اكسبكتد كاش كوليكشن اون سيلز، ودي اول بادجت صعبه، فنركز بقى فيها كده عشان نحاول نفهمها. المين اوبجكتيف من البادجت دي انك تحدد الكاش كوليكشن من الدايركت سي من الكريدت سيلز. يعني ايه؟ خلي بالك ان السيلز هي المين كاش بتاعت الشركه، يعني اهم مصدر للفلوس في الشركه هو المصدر اللي جاي من السيلز. يبقى احنا عايزين نساعد المانجر ونقول له عشان تقدر تعمل كاش بادجت انا هقول لك السيلز هيجي لها كوليكشن قد ايه، فيسموها السيلز كوليكشن، واعمل لك ليها بادجت واقول لك شهر ماي هيجي لك كام كاش، وشهر ابريل يجي لك كام كاش كوليكشن، وشهر جون هيجي لك كام كاش. طب دي هنعملوها ازاي؟ دي تعتمد على حاجة مهمة جدا اسمها الكوليكشن باترن. ايه الكوليكشن باترن ده؟ يعني مثلا تعال اوريك باترن معين، يقول لك هنعمل 70% كوليكتد ان ذا مانث اوف سيلز، يعني لو عندي 100000 دولار سيلز، الشركة بتقول لي احنا الكريدت تيرم بتاعنا ده بيسموه الكريدت تيرم، شرط الكريدت، يعني انا لما باجي اتعاقد مع حد وابيع له بضاعه اون كريدت بنتفق مع بعض، ما بقولوش انت اشتريت بضاعه اون كريدت بمليون جنيه واسيبه وامشي، ده احنا بنتفق واقول له يا سيدي هتدفع لي 70% ان ذا مانث اوف سيلز وهتدفع لي 25% ان ذا فولوينج مانث
وبعدين الشركة بتحط توقع استيميتد للان كوليكتبل اماونت, بتقول والله المبيعات اللي انا بعتها ديت في احتمال عندي داوت فول. خدناه قبل كده لو تفتكروا كان اسمه الاونس فور داوت فول اكاونت, فاكرينه؟ حد فاكر الاونس فور داوت فول اكاونت ده خدناه لما خدنا الفاينانشال الافدا تمام. بس هو عندنا بس مشكله صغننه كده لازم حضراتكم تعرفوها, ان الابريفيشنز في الاكاونتنج بتتكتب ما بتتنطقش, يعني هي تتكتب كده اي اف دي اي, لكن لما اجي انطقها ما اقولش افدا, اقول الاونس فور داوت فول اكاونت زي اي ار, ما بتتنطقش اي ار, بتتنطق اكاونتس ريسيفبل. لكن anyway هي الافدا اللي حضرتك قلت عليها ديت, ان انا بتوقع في جزء من الديون اللي ليا بره مش هتيجي فيعملوا لها الاونس. اهو ده الجزء ال 5% ده اللي هو الان كوليكتبل اماونت ده داوت فول شاكين فيه. فانا بقول للمدير ان في 70% هيتحصلوا لك في نفس الشهر, 25 في الشهر في الشهر اللي وراها, 5% عوضك على الله فيهم, اعمل حسابك ان هم مش جايين. احتمال يجوا طبعا, احتمال يجوا في الاكتوال, احنا بنعمل بادجت يعني احنا بنتنبأ, بنعمل بلان, بنقول يا اخواننا السنة الجاية ان شاء الله لما هنبيع 100,000 هنحصل 70% في نفس الشهر, 25 في الشهر اللي وراها, وغالبا كده في احتمال ان 5% يبقوا uncollectable amount. ده يسموه collection pattern, وممكن يختلف من شركة لشركة. يعني ممكن شركة تقول لك 30% months of sales, 40% next months, وبعدين دول كده كمان 25% next month اللي وراه, وبعدين 5% uncollectable. يعني ممكن يبقوا 4, ممكن يبقوا 3, ممكن يبقوا 2, حسب الشركة اللي هتشتغل فيها. انا هدي لك في الاكسرسايز الكوليكشن باترن بتاعك اللي هيقول لك احنا شغالين ازاي. طب تعال نجربوا سؤال كده, ويا ريت معايا ورقة وقلم كده حضراتكم عشان السؤال ده مهم. يبقى ده تاني سؤال مهم النهارده. اول سؤال كان الماستر بادجت, ده لازم نبقى عارفينها, العشرة بادجت عارفينهم وعارفين ترتيبهم مين الاول ومين التاني. السؤال التاني المهم اللي هو ده, عندنا شركة اسمها ميرو هاز ذا فولوينج ديتا, عندها شوية بيانات. هتلاقيني ما قريتش الديتا, ليه؟ لان احنا اتفقنا نقرا الاول الريكواير وبعدين نحل وبعدين نقرا السؤال. فانت دلوقتي عايز ايه الراجل ده؟ عايز سيلز اند كاش كوليكشن بادجت, يبقى عايز تو بادجت, عايز سيلز بادجت وعايز كاش كوليكشن بادجت باي مانث اند ان توتال فور ذا فيرست كوارتر اوف 2014. يعني عايز اول 3 شهور من السنه, جانوري فبراير مارش. جميل, هنعمله كم بادجت؟ هنعمله 2. يبقى انا المفروض دلوقتي لو حضرتك معاك ورقه هتصور اول بادجت اللي هي اسمها سيلز بادجت, وهيبقى شكلها عامل كده. هتكتب هنا الفورمولا, فهتقول النمبر اوف يونتس سولد او سيلز مضروبه في السيلنج برايس بيطلع لي البادجتد سيلز دولار, وهتقسمها 3 خانات وخانه توتال اللي هي التوتال كوارتر. يبقى دوت جانوري, ده فبراري, ده مارش, وتبدأ تكتب الأرقام هنا تضربهم في بعض هيطلعوا لك خانة التوتال. يبقى كده خلصنا السيلز بادجت اللي احنا عملناها اللي احنا عارفينها. الكاش كوليكشن هنعملوها دلوقتي مع بعض, بس تعالى الأول كده نشوف السؤال بتاعنا شكله عامل ازاي. ايه ده بقى؟ عطيني اكتوال وبادجت. يعني ايه اكتوال وبادجت؟ يعني الأرقام اللي قدام حضرتك دي في منها أرقام اكتوال وفي منها أرقام بادجت. هتقول لي طب ايه دخل البادجت بالاكتوال؟ هنشوف دلوقتي. طب هو عطاك الاثنين اكتوال دول عشان دول بتوع سنه 2013, يعني دول حصلوا فعلا, دول بتوع السنه اللي فاتت, وسنه 2014 دول استيميتد. استيميتد يعني بادجت. يبقى هو مديني رقمين اكتوال ومديني 3 بادجت, ماشي. وبيقول لي ان الاكتوال بادجت يونت سيلز 10, يعني امبارح كنا بنبيع ب 10 والنهارده ان شاء الله ناويين نبيع ب 10. السيلز برايس 10, اول سيلز ميد اون اكاونت, كل السيلز عندنا اون كريدت. كلمه اون اكاونت هي نفسها كلمه اون كريدت, الاثنين بنفس المعنى, يعني على الحساب بالاجل. ذا كومباني بوليسي اللي هي الباترن بتاعنا از ذات
30% of the month sales collected in the same month, 60% in the first month following the month of sales, and the remaining اللي هو 10% is collected in the second month following the month of sales. يعني الباترن بتاعه 30% في اول شهر، 60% تاني شهر، 10% تالت شهر، وما عندوش uncollectable. هنا مش متوقع ان في حاجة ما تتحصلش. جميل، نركز بقى مع بعض لان ده سؤال ممكن يجي في امتحان. واحدة واحدة كده. اول حاجة هعمل السيلز بادجت، شكلها عامل ايه؟ شكلها عن كوارتر، الفيرست كوارتر اوف ذا يير، يبقى جانوري فبراير مارش، وادي الكوارتر. كوارتر يعني التوتال. هحط السيلز يونت، السيلنج برايس، بادجتد سيلز، سهله جدا. هبدا بشهر يا شباب جانوري. لو رجعنا ورا كده هلاقي ادي جانوري 30,000، وادي فبراير 40,000، وادي مارش 50,000، والسعر بتاعنا 10 جنيه، يبقى محلوله. يبقى انا حاجة هنا احط ال 30 واحط ال 40 واحط ال 50. 30 شهر جون، 40 فبراير، مارش 50، والسعر بتاعنا كان 10، واتفقنا ان السعر ده ما بيتجمعش، لكن اقدر اجمع ال 30 وال 40 وال 50 طلعوا 120,000 يونت. وعملية ضرب سهلة جدا، هضرب كل واحدة في الثانية، فيبقى 300,000 ده البادجتد سيلز بتاع جانوري، 400,000 بتاع فبراري، مارش 500، ولو جيت جمعت هيطلع 1,200,000. هو نفس الرقم اللي جاي من فوق من هنا، هو نفس الرقم اللي جاي من هنا. فلما الاقي الرقمين دولت بيساووا بعض اعرف ان انا صح. اعتقد البادجت دي ما فيهاش مشكله، يعني السيلز بادجت ما فيهاش مشكله. تعالى بقى مع بعض نشتغل على الكوليكشن بادجت. تعال اول كده ندردش فيها شوية ونشوف تتعامل ازاي. هي اسمها الكاش كوليكشن بادجت، هتتعمل اكيد لنفس الثلاث شهور، يعني هتشتغل برضو على شهر جانيوري، وهتشتغل على فبراري، وهتشتغل على مارش، وهيتعمل خانة الكوارتر في الاخر اللي هي خانة التوتل. واضح كده ان شكلها زي اللي فوق، بس اكيد مش هكتب الفورمولا بتاعتها كده، يعني مش هكتب سيلز سيلينج برايس لان عايز الكوليكشن. طب دي هعملها ازاي؟ ركز بقى. اهم حاجه في الكاش كوليكشن بادجت هو الباترن. ايه الباترن ده؟ الباترن اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي هو ال 30% وال 40% وال 30 وال 20%. تعال ندوروا على الكومباني باترن، وده هيختلف من سؤال لسؤال. طب ده انا هجيبه منين؟ ده هو قايله حضرتك. لو رجعت للصفحه اللي قبليها هتلاقي قايل لك هنا the company policy is that 30% of the month sales collected in the same month، اول شهر 30%، 60% in the first month following the month of sales، يبقى الشهر اللي وراه، وبعدين the remaining collected in the second month following the month of sale، يعني بعد ما بنبيع بشهرين، يبقى 10%، يبقى 30 60 10. ده يسموه الباترن. هكتبه الاول، هقوم كاتب كده 30% 60% 10%، ويبقى قدام عينيا. طب بعد اذنك كده ركز معايا. لو جيت قلت لك شهر جانيوري هنقبض فيه ايه؟ هتقول لي لما اجي في جانيوري انا هبيع ب 300,000، هقبض 30% في اول شهر، يبقى ال 300,000 دولت في 30%. طيب وال 60% بتاع جانيوري تقبضهم امتى؟ هتقول لي في فبراير، يبقى هاخد ال 300,000 في 60%، ويبقى فاضل لي 10% في شهر ايه؟ مارش، يبقى هاخد ال 300,000 في 10%. الله ده حلو قوي. يعني معنى كده ان همسك المبيعات السيلز من هنا. فاكر لما قلت لك ان احنا بنبني البادجت على السيلز بادجت، يعني لازم يكون عندك سيلز بادجت عشان تاخد منها الرقم ال 300,000 عشان تضربه في 30%. فبتقول لي شهر جانيوري ده
بعنا فيه 300,000، هيتحصلوا 30% في جانوري، 60% في فبراير، 10% في مارش. طب لو قلت لك شهر فبراير بايعين فيه 400,000، يتحصلوا ازاي؟ هاخد 60% في فبراير. لكن مش هاخد حاجه في فبراير، يبقى حاجه في فبراير اخد 400,000 اضربه في كام؟ فبراير 60%، يبقى ده في 30% يا شباب. اسف، في 30%، صح كده، لان الباترن هي 30 60 10، ويبقى 400,000 في كام في شهر مارس؟ حسب الباترن 60%. طب وال 10% اوت اوف بادجت، دول في الشهر اللي وراه مش تبعي ماليش فيه. طب تعالى امسك مارس، شهر مارس ب 500,000 اهو، يبدا يتحصل في شهر ايه؟ مارس، يبقى 500 كام في المية؟ 30%. الله ينور عليكم. بس في حاجه غلط، فكر كده. ايه ده؟ في حاجه غلط، في حاجه ناقصه. التحصيل بتاع شهور سابقه. الله ينور عليك، الله ينور عليك. يبقى في شهور سابقه قبل شهر جانيوري كنا محتاجين نحصل بدناها فلوس. ده انا واقف في جانيوري هحصل مبيعات جانيوري واللي قبليه كمان، فبتلاقي شكل البادجت يختلف. عشان كده يا شباب لما جت داني السؤال اداني دولت، اداني الاكتوال. هو مدي لك دولت ليه؟ ديت البريفيوس بالظبط، دي البريفيوس مانثز سيلز، الشهور اللي فاتت. محتاجها في ايه؟ محتاجها عشان اخد شهر ديسمبر ده، انا حصلت منه في ديسمبر 30%، صح؟ هلاقي شهر يناير ياخد منه 60%، والاقي شهر فبراير ياخد منه 10%. طب تعالى شهر نوفمبر، يتحصل في نوفمبر 30%، ويتحصل في ديسمبر 60%، وفي جانيوري فعلا هناخد 10%. او جانيوري ده معايا. طب وانا اللعبه دي هلعبها ازاي؟ ده انا هتلخبط كده. يعني انا لو جيت اعملها بالطريقه ديت ده كده تلخبطني. لا هقول لك العمليه سهله، ويركز بقى معايا كده. نقطة البدء بتاعتك هي دي، الشهر مع الشهر نفسه وبتاع باكورد. طب ما انا اقول لك بطريقة احسن. حضرتك بص على الكوليكشن باترن، يبقى نقطة الستارتنج بتاعتك، الستارتنج بوينت بتاعتك هي الكوليكشن باترن. الشركة بتحصل ازاي؟ ونمسكه شهر جانيوري. اشمعنى جانيوري؟ ده بداية البادجت بتاعتي اهو، مش ده أول واحد؟ وأبدأ أعد. عندك الباترن كام واحدة؟ 30% دي واحد، 60% دي اتنين، 10% تلاتة. يبقى الباترن بتاعتي هيتم التحصيل على 3 شهور. يعني الشركة دي بتحصل فلوسها على كام شهر؟ على 3. يبقى واقف عند جانيوري، يبقى 2 قبليه، 2 months before. لا، واحدة واحدة علينا، نركز تاني يا شباب. انا هبص على اول حاجة على الباترن واكتبه قدام عينيا، 30% 60% 10%، واعدهم، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة. يبقى انا بعمل كوليكشن لكام شهر؟ لما ببيع لمدة 3 شهور. بمسك الشهر الاولاني بتاعي جانيوري واقول 3 شهور، يبقى قبليه بشهرين. طب تعالى نفترض حاجة تانية. افترض ان الباترن 20% 30% 40% 10%، واحنا هنبدأ في شهر جانيوري، يبقى هيتحصل على كم شهر دولت؟ 1 2 3 4، هحصل على 4 months. يبقى قبل جانيوري محتاج 3 months. يعني ايه؟ تعال نجرب نشوف كده هنعرف نفهمها ولا لا. هو قبل شهر جانوري ديسمبر، وقبل ديسمبر نوفمبر، وقبل ديسمبر اكتوبر. تعال بقى شهر اكتوبر دوت، لو احنا بعنا فيه 100,000 يتحصلوا ازاي؟ 20% في اكتوبر، صح؟ و 30% في نوفمبر، و 40% في ديسمبر. وشهر جانوري بتاعنا فيه كام في المية؟ خلي بالك انت بتعمل البادجت لجانوري، فانت عايز تعرف هرجع لورا كام شهر. هترجع عدد الباترن بتاعتك ناقص واحد، يعني هم 4 ارجع لـ3، هم 3 هترجع لـ2. وضحت كده يا شباب؟ نقولها كمان مره. هديك باترن، الباترن ده جيفن، نتخيل شكله عامل كده، 20%
10%، 30%، كمان 30%، كمان 10%، بعدهم 1 2 3 4 5، يبقى الباترن بتاعي 5 شهور، وانت بتبدأ من شهر جانيوري، البادجت بتاعتك من جانيوري، يبقى قبليها بفور مانسز محتاج معلومات عن الاربع شهور اللي قبل جانيوري، عشان مع جانيوري يبقوا 5، مش هما 5، انا هعد هو جانيوري ده 1 وقبليه 4 عشان ابدا اشوف شهر جانيوري هيحصل ايه. فتلاقي عندك هنا شهر ديسمبر وشهر نوفمبر وشهر اكتوبر وقبل اكتوبر سبتمبر وقبل سبتمبر اوغست، مش كده؟ تعالوا امسكوا شهر اوغست، 1 2 3 4 5، انا عايز 4 بس، يبقى اوغست مش تبعي. تعرف لو مسكت اوغست هنا ب 100,000 وجيت عملت له الباترن، هتلاقي 20% هنا، 10% هنا، 30% هنا، 30% هنا، 10% هنا، ومفيش حاجه في جانيوري، يبقى هو بره اللعبه بتاعتك. يبقى انت بتعد الباترن 5، ومن الشهر اللي انت فيه يبقى قبليه 4. طب الباترن بتاعي 3 بس، ادي 1 2 3 باترن 3، يبقى الشهر بتاعي واتنين قبليه. فهمنا اللعبه ديت؟ يبقى انا هعمل جدول، حاجه على شهر جانيور اهو، كم باترن عندك؟ ادي 1 2 3، عندي 3، عندي 3، 1 2 3، يبقى شهر جانيوري واتنين قبليه، شهر جانيوري واتنين، يبقى 3 باترن او 3 كونديشن، عندي 3، اخد شهر اللي انا هبدا بيه اهو شهر جانيوري، واخد 2 قبليه، لو كانوا 4 كنت هاخد يناير و3 قبليه، واكتبهم تحت بعض، واكتب هنا السيلز بالدولار، يعني ابدا انقل 300,000 400,000 500,000، ادي 300,000 400,000 500,000. طب والرقمين اللي فوق دولت؟ ما دول كانوا جيفن وكانوا اكتشوال، لو انت افتكرت كده احنا لما جينا اشتغلنا كان مديهم لي هنا، بس انت كاتب 10,000 ولا 100,000. ما تنساش حضرتك دي يونت، عشان تحولها الى دولار هتضربها في كام؟ يعني ده مضروب في 10 وده مضروب في 10، فيبقى ده ب 100,000 ودوت ب 200,000 وده 300,000 وده 400,000 وده 500,000، فهتكتبهم عندك بالطريقه ديت. جميل، يبقى دي تهتم مني يا شباب ولا معايا؟ ليه خدنا نوفمبر وديسمبر؟ لان انا عند هبدا من جانيوري، والباترن بتاعي 3، 1 2 3، يبقى قبليه بشهرين. لو الباترن بتاع 4 يبقى قبليه ب3، الباترن 5 قبليه ب4، كانك بتعد، ادي 1 ادي 2 والشهر بتاعنا اللي هو الثالث. ركز بقى، تعال نبدا في شهر جانيوري كده يا شباب، نطبق الباترن بتاعته، 30% في نفس الشهر، 60 في اللي وراه، 10 في اللي وراه، مش يطلع شكلها عامل كده؟ 30% اول شهر، 60 تاني شهر، 10 تالت شهر، يبقى انا كده خلصت جانيوري. هتلاقي الشهر جانيوري ده يعني الفيرست مانث هو الوحيد اللي كامل كده، يعني انت واخده كده بالكامل. لو خدت شهر فبراير مفيش هنا، صح؟ يبقى يبدا فين؟ هيبدا فبراير. لو جينا عملناه هنا هيبقى 400,000 في كام يا شباب؟ في 60%، صح؟ في كام يا شباب؟ انتوا معايا ولا مشيتوا؟ 30%. 30. طب خش على اللي وراه، يبقى 400,000 في كام؟ الباترن قدامك اهو، 30 60 10، انا كاتبهم قدام عينيا اهو، فانا خدت هنا 30 يبقى هاخد هنا 60، ومش هاخد العشرة. خش على مارس، يبدأ يتحصل في شهر مارس، يبقى هاخد ال 500,000 واضربهم في 30%. طب تعالى بقى شهر ديسمبر، هاخد منه في جانيوري كام؟ ها، هاخد منه 60. مش هو ديسمبر خد في ديسمبر 30%، والشهر اللي وراه 60%، الشهر اللي بعده يبقى انا هاخد منه 60%،
وهاخد منه في فبراير كام؟ ما انا انت ماشي بالترتيب ده. بصوا يا شباب عشان ما تتوهوش، 10% بصوا يا شباب، انا كاتب ال 60 اهي وال 30 وال 20 ببروزهم، وال 10 مبروزهم قدام عينيا، هم همسك الشهر اللي انا عايزه وليكن مثلا شهر جانيوري، بقول له انت جانيوري يبقى اول شهر 60 جانيوري، فبراير مارش ورا بعض. طب انا عايز اجيب دلوقتي شهر ديسمبر، هكتب يبقى ده كانه ديسمبر 60%، جانيوري 30%، فبراير 10%، يبقى 60% وياخد 10% في اللي وراه. طب تعالى امسك نوفمبر، هتبدا من ال 60 نوفمبر ديسمبر، يبقى شهر يناير ياخد كام؟ 10%. فتبص تلاقي الشهر ده خد 30 و60 و10 اللي هي الباترن، 30 و60 و10 الشهر اللي وراه خد 60 و10، طب وال 30 ما هي راحت، والشهر ده ياخد 10 واللي قبليه ما فيش. يعني ادي لو خدت بالك شكلها عامل كده، يعني لو جينا كملنا هتلاقي لها شكل معين، لها باترن معين. انا عايزك تتخيل الشكل ده ماشي ازاي. 10 ف10 و10 60 60 60 30 30 30 ده الباترن بتاعك، ده الباترن بتاعك. كل شهر فيها في حته 30% وحته 60% وحته 10%، الشهر نفسه 30%، من الشهر اللي قبله 60%، من الشهر اللي قبل قبله 10%. بلعبها ازاي؟ بكتب الباترن قدامي واقول 30 60 10 وببدا اختبر كل شهر عليه. فاقول مثلا عايز اجيب شهر وليكن مثلا شهر ديسمبر، بقول يبقى ده يبدا في ديسمبر، يبقى جانيوري فبراري، فتلاقي فعلا ديسمبر اهو. انا ما عنديش ديسمبر، انا بادئ من جانيوري، يبقى 60% و10% 60% و10%. جميل. وابدا اجمع، هجمع كده عشان اجيب التوتال، يعني دول مجموعهم كام ودول مجموعهم، واجمع كده. اذا طلع الرقم ده مجموع الكولومز يساوي مجموع الرو، يبقى انا صح. لو جينا جمعناهم فعلا هيطلع مجموع الاثنين 960,000. ده معناه لو جيت سالته شهر جانيوري حصل كام، يقول لك 220,000، الكوليكشنز في شهر فبراير 320,000، كوليكشن شهر مارس 420,000. طب توتال كوليكشن فور ذا كوارتر تقول لي 960,000. يبقى انت عندك كل شهر لوحده هتحصل كام، وعندك التوتال لوحده هيحصل كام. لا صعبة شوية صح؟ طب تعال نجربه كمان سؤال، ولو سمحتوا بقى أي قلم كده وورقة ويحل معايا، لأن العملية ديت مزعجة شوية. عندنا company collect 20% of the month sale in the month of sale، 70% in the month following the sale، 6% in the second month following the sale، the remainder is uncollectible. اول خطوه تعملها تكتب الباتر وتكتبه بوضوح قدام عينيك، فتقول اول حاجه 20% الاول، وبعدين 70%، وبعدين 6%. هل الريميننج ده عايزينه في حاجه؟ بيقول لك الريميندر از uncollectible، يبقى بره اللعبه. يبقى انا هحصل على 3 شهور 3 months اهو، يعني لو بعت في الشهر ده هحصل 20 في نفس الشهر، 70 في الشهر اللي وراه، 6 في الشهر اللي وراه. طب لو انا عايز اعمل ابدا من جانيوري، يبقى عايز كم شهر قبليه؟ كام يا شباب؟ دول 3، يبقى قبليه محتاج شهرين، يبقى انا محتاج ديسمبر ومحتاج نوفمبر، عشان نوفمبر هيتحصل منه 20% هنا، 70% هنا، وهيجي لي في جانيوري ياخد منه 6%. يبقى اللعبه الاساسيه هي دي، عشان الجدول وانت بتعمله، الجدول اللي هيتعمل ده الشهور اللي هتترص تحت بعضها هي بيزد على الباترن 20.
20%، 70%، 6%. تعال نشوف هو عايز ايه بقى. بقول لي البادجت تسير فور ذا نيكست 4 مانس، اعطيني جانوري فبراير مارش ابريل، اعطيني 4 شهور واعطيني البادجت سيل بالدولار. خلي بالك لو البادجت سيل ديت يونت لازم تضربها في دولار لان دي فلوس. كاش كوليكشن ان ابريل، هو عايز شهر ايه؟ ابريل. طب لما يبقى عندي ابريل ارجع لورا كام شهر يا شباب؟ مش الباترن 3 اهو، يبقى هرجع لورا كام شهر؟ ارجع شهرين يا دكتور. هنرجع شهرين، يبقى انا عايز ابدا من اول فبراير. الله ينور عليك، يبقى فبراير ومارش وابريل، واجي اول خانه اكتب فيها السيلز، يبقى فبراير 300,000 ومارش 350,000 وابريل 250. تعال نحصله، انت عايز شهر ايه بس؟ عايزين شهر ابريل. تعال نجربه شهر ابريل بقى، يحصل ايه؟ يحصل 250 من نفسه مضروبه في رقم 20%. تمام. ويحصل من اللي قبليه 350 مضروبه في رقم مضروبه في 70. الله ينور عليك. ويحصل من اللي فوقيهم 300 في كام؟ 6%. خدت بالك ال 20 وال 70 وال 60 هي الباتر اللي انا كتبته ده، بس انا بداتهم قلت اول شهر اهو 20، الشهر اللي قبليه يبقى 70، الشهر اللي قبليه يبقى كام؟ يبقى 6. يبقى شهر فبراير، شهر ابريل يحصل منه 6%، لان اتحصل منه 20% في فبراير وتحصل منه 70% في مارس، ولما جالي ابريل كان فاضل 6%، وهكذا. تعال نعملوها كمان مره. يبقى انا عندي ادي الايه؟ جانوري فبراير مارش ابريل، الشهر اللي عايزينه ابريل. من شهر ابريل، من شهر جانوري اخد كام يا شباب؟ هناخد 20%. كام؟ 20%. طب بص الباترن كده، 20% 70% 6%. تعال نمسكه جانوري، يتحصل 20% امتى؟ نفس الشهر. جميل. و70% الشهر اللي قبله و6% لما يجي لي ابريل يبقى فاضل منه كام؟ ولا حاجه. يبقى مش هحصل منه حاجه، يبقى الرقم ده زيرو، مع انه عطهولي جيفن. اه ما هو عطهولك عشان تشتغل هنا وتغلط. وممكن بعض الناس يفتكر ان الاربعة في المية دي هتتحصل. الاربعة في المية دي انكوليكتابل، يعني بدت، يعني فورجيتت، ده رقم كأنه مش موجود. يبقى هنبدأ نحصل كده. شهر ده 20% حسب الباترن اهو، الشهر اللي فوقيه 70% حسب الباترن، الشهر اللي فوقيه 6%، الشهر اللي فوقيه زيرو، لان هم 20 و 70 و 6. وضحت كده يا شباب؟ تمام. آه تمام. ولا نقولها كمان مره؟ نقولها كمان مره سريعا. اه ممكن كمان مره يا دكتور. اه طبعا، عينيا. هي اللعبه كلها فين؟ في الباترن. هي دي الكي وورد بتاعتها. انا يا دكتور في تكه ثانيه، ان انا كده يعني ايه بحصل بباترن مقلوب عشان انا طالب ابريل. ايوه طبعا. ما انت هي الفكره ايه؟ انا بحصل باترن مقلوب، يعني انا لو في العادي باخد الشهور تحت بعضها، يعني ابريل لو حصلت منه 20 هيبقى في مايو، بحصل 60 هيبقى في كده. ايوه صح. عشان انا بجيب ابريل من تاثير اللي قبل منه فبشتغل بباترن مقلوب. صح كده، برافو عليك. انا ببدا الاول من الشهر اللي انا عايزه، شهر ابريل. التيبل حضرتك انا قلت لك برضه في الطريقه بتاعت التيبل اللي فات، قلت لك انت الشهر نفسه مع نفسه ونرجع باك وورد. صح، برافو عليك. ده اللي انا كنت قلته يعني. برافو عليك. في العاده يا دكتور معلش، احنا في العاده لو كنا ماشيين طبيعي كان هيبقى ايه؟ يعني ايه ماشيين طبيعي؟ لو انا عامل باترن عادي من اول فبراير مثلا، هيبقى في فبراير انا محصل 20 وفي مارش 70 وفي ابريل 6. صح. من فصل فبراير، تمام؟ صح. ومارش هيبقى 20% في مارش و70% في ابريل، في ابريل و6% في مايو. صح. وابريل هيبقى 20 و70 بقى اللي هو اوت اوف بادجت يعني، تمام؟ الله ينور عليك. مقلوب عشان نعوض فكره ان انا بجيب اخر شهر في البادجت، عشان هو ده المطلوب. هو طالب الشهر ده، هو عايز شهر واحد بس، عايز شهر ابريل. فبقول له ابريل نفسه هاخد الرقم بتاع ابريل 250 اهو، واطبق عليه الباتر في نفس الشهر 20%.
هو لو ابريل نفسه بقى هيجي في شهر مي ياخد 70 وفي الشهر اللي وراه 6. انا عايز اطلع بقى فوق شهر مارس، يبقى انا اخدت من مارس 20، يبقى فاضل لي 70%، يبقى 350 في 70% اطلع، يبقى انا كده خلصت. اطلع شهر فبراير، لو مسكت فبراير عدلت عليه الباترن ديت. قول تاني. ال 70% بتاعت مارش دي تتحصل في ابريل. ايوه، ما هو دي، ما هو ده شهر ابريل اهو. تمام. انا بحسب شهر ابريل هيجي له كوليكشن قد ايه. تمام يا فندم. فهو هيجي له 20% من نفسه، و70% من الشهر اللي قبليه، و6% من الشهر اللي قبل قبليه. طب واللي فوق ده مش هيجي له حاجه لانه خلص. فتلاقي الباترن مقلوب فعلا اهو، 20 70 6 20 70 6. مفهوم. عشان اختنا برضو كمان مره، الباترن يتكتب الاول 20% 70% 6%، ال 4% الريميننج ما بتتكتبش عشان ما تلخبطكش، الان كوليكتابل دي ما بتتكتبش، ده اللي هيتحصل. فعديتهم 1 2 3. انت عايز شهر ابريل، يبقى ترجع لورا 2، يبقى ابريل فوقيه 2، ونبدا ناخد الباترن بتاعنا. الشهر اللي هنبدا بيه ابريل اهو، هاخد ال 250 في 20% وابدا اقلب الباترن بتاعي، يعني اللي فوق هيبقى 350 في 70%، اللي فوقيه 300,000 في 6%. تمام كده شباب؟ وضحت؟ يبقى هي دي اللعبه هنا في الباترن دوت، تعدهم 1 2 3 واجنور الانكولكتبل دي مش عايزها، وتبدا الشهر بتاعك 20، الشهر اللي قبليه 70، الشهر اللي قبليه 6. دكتور. نعم يا فندم. انا مش فاهمه الصراحه. عينيا. مش فاهمه ليه انت عملت كده. نعملها يعني كمان مره. انا فاهمه ان احنا مثلا بنبدا الباترن ونمشي الشهور اللي بعدها. ما هو انت حضرتك، ما انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك، حضرتك مش عايزه تحسبي شهر مايو وشهر جون، حضرتك عايزه تعرفي حصلت قد ايه في شهر ابريل. تعال نشيل دول كده. يعني انا دلوقتي المدير بيقول لي انا عايز كوليكشن فور ابريل، ده الريكوايرد اهو، شهر ابريل كوليكشن بابريل، فانا عايز اقول شهر ابريل هحصل ايه. فبمسك الباترن بتاع الشركه، فلاقي 20% في نفس الشهر، 20% في نفس الشهر، 70% في الشهر اللي وراه، 6% في الشهر اللي وراه وراه، صح كده؟ اه. طب بقول لنفسي ده شهر ابريل، يبقى انا قبليه شهرين عايزهم، قبليه شهرين، يعني شهر فبراير وشهر مارس، وانا واقف في شهر ابريل عشان الباترن بتاعتي 3. نمسكه شهر ابريل نفسه، حضرتك بايع فيه كام اهو؟ لا، بايع فيه 250,000 جنيه. اه. هتحصلي منهم كام في الميه according to the pattern؟ 20. تمام. ده على شهر مارس. حضرتك شهر مارس لما جيتي بعتي في مارس، حصلت في مارس نفسه كام؟ 20. ويبقى شهر ابريل يحصل كام؟ 70. يبقى ناخد مبيعات مارس 350 اهي في 70%. الارقام دي هتتحصل في شهر ابريل. طب تعالي حضرتك فبراير، لما بعت في فبراير حصلت في فبراير نفسه كام؟ 20. جميل. وحصلت في مارس 70. يبقى فاضل لي في شهر ابريل احصل كام؟ 6. يبقى اخد ال 300,000 بتاعته في 6%. لو بصيت حضرتك للي انت عملتيه ده، ده الباترن بتاعنا بس مقلوب 20 70 6، 20 70 6، من تحت لفوق يعني، لان ده الكرنت مانس، ده الشهر اللي قبليه، ده الشهر اللي قبل قبليه. ها وصلت ولا لسه؟ وصلت. اه بس انا هعملها بالطريقه دي عشان يعني هعملها. بص يا باشمهندس رباب، اعمليها عادي، اعمليها عادي، هتوصلي نفس النتيجه، تعمليها عادي هتوصل نفس النتيجه عشان ما تلخبطش. لا، هي ما فيهاش لخبطه. احنا المطلوب مننا، المطلوب مننا شهر ابريل. بص حضرتك ده شهر ابريل اهو، يبقى هتبداي بابريل 20%، ده الشهر اللي قبل ابريل يبقى 70%، ده الشهر اللي قبل قبله يبقى 20% ولا 6%؟ 6%. يبقى انت قلبت الباترن 20 70 6 20 70 6.
والشهر اللي فوق هيبقى زيرو مش تبعنا، وكل شهر يتضرب في الايه في السيلز بتاعته، يبقى 300 في 6% 350 في 70% 250 في 20% يطلع لها ارقام بتاعتنا. طب عشان برضو احنا ما نتوهش تعال نجربه كمان سؤال، تعال نجربه السؤال دوت وحضرتك تساعديني بقى في الارقام. عايزين هنا ايه expect to collect during month of April، عايزين شهر ابريل، واعطيني الارقام كده شهر ابريل اهو. ادور الاول على الباتر، بيقول لي سيلز ار نورمالي كولكتد 60% ان ذا مانث اوف سيلز 60% 35% المانث فولوينج ذا سيل 35% ذا ريمينينج 5 بينج ان كولكتبل، يبقى اتنين بس. حضرتك عايزه شهر ابريل كولكشن، يبقى هناخد ابريل وهنرجع ورا كام شهر يا دكتوره؟ يا باشمهندسه انا في شهر ابريل اهو، يبقى هرجع ورا كام شهر؟ هرجع واحده بس، ما هم اتنين بس اهو الباترن اتنين، يبقى هرجع شهر واحد، هرجع مارس. هحصل في شهر ابريل كام في كام؟ بعد اذنك قولي لي كام في كام هتحصلي في شهر ابريل؟ ادي ابريل اهو، يبقى 300,000 335. ليه؟ ما هو قايل لك 60% في نفس الشهر اهو. اه 60 سوري في 60% وارجع للشهر اللي ابريل اللي هو مارس اخد ال 240، هيتحصل لي منهم كام في مارس؟ 60 وكام في ابريل؟ 35 بالظبط. فيبقى انا هحصل في شهر ابريل 35% من مبيعات مارس و60% من مبيعات ابريل. طب معلش كمان مره هنغير الباترن دوت، نخليه 30% 40% 25% وعايزين نحسبه شهر ابريل، يبقى كده 3 شهور كده، يبقى شهرين فوق ابريل، يعني ابريل اهو يبقى انا فاضل لي كده شهرين فوق ايه، يبقى اخد مارش واخد فبراير. امسك ابريل الاول 300,000 اهو واضربه في 30%، اخد الشهر اللي فوق ايه مارش 240,000 واضربه في كام حضرتك؟ 20. فين ال 20 دي؟ انت قصدك ديت دي 40. دي 40 واخد شهر فبراير 220 الله ينور عليك، فتلاقي ان الباترن اهو 30 40 25 30 40 25 بس مقلوب. حضرتك يعني اعملي كده سؤال لنفسك جربي فيه الارقام دي، جربي فيه الارقام، حطي ارقام زي دي كده، قولي انا عايزه مثلا كوليكشن مارس، كوليكشن في شهر مارس، واكتبي باترن اللي يعجبك وليكن مثلا 60% 35%، يبقى هبدا تحت اهو بمارس، دولت اتنين بس، يبقى محتاج اكسترا مانس، محتاج كمان شهر، فيقول لك خد فبراير، يبقى ناخد مبيعات مارس 240 في 60% واخد مبيعات فبراير 220 في ال 35%، فتلاقي الباترن اتقلب اهو، بعد ما كان 60 35 بقى 35 60. ماشي؟ هي عايزه براكتس بس، يعني مجرد ما هعملها بايدي مره هتبقى سهله باذنك يا رب.